السلام عليكم. من الحاجات الجميلة في برنامج فيزر إن أنا ممكن أقسم العنصر اللي عندي لأكثر من جزء. يعني مثلا عندي الأرضية ديت بكل سهولة جدا ممكن أقول له إثبات جيومتري، فأبدأ أحدد بقى أنا عايز أقطعه إزاي، الخط اللي أنا هقطع فيه تمام أهو. فهبدأ بقى ألف شوية، ممكن أقول له أنا عايز أعمل روتيت للخط بتاعي بالشكل دوت أهو. تبدأ بقى تقول له أنا عايز أعمل قطع بالشكل دوت، فبقى عندي قطعتين، دي قطعة ودي قطعة تمام. ونقدر نغير اللون بتاعها، ممكن تقطعه 5 6 قطع مفيش أي مشكلة خالص. هو بيديك الفوليوم بتاعتها قد إيه والمعلومات اللي أنت محتاجها قد إيه تمام. دي إحنا لما كنا بنحاول نعمل حاجة زي كده في برامج أخرى بدون ذكر أسامي كان بياخد مننا شغل كتير، ولازم أرجع الملف الأصلي وأعدل وبعد كده أدخله هنا وهكذا، كان بياخد شغل كتير جدا مننا. طيب دلوقتي انا هعمل تاسكين كده سريع، فاقول له ضيف لي تاسك التانية وهسمي دي مثلا فلور 1 وهسمي التانية فلور 2. طيب لاحظ ان انا لما بحرك الكاميرا الراجل بيتمشى مش بيتنقل زي البرامج التانية بشكل رخم. طيب أنا مثلا علمت على العنصر دوت وعايز أضيفه كفلور 1، فهاجي هنا وأقول له ضيف لي العنصر ده، هتلاقي ضاف لي رقم 1. ده ممكن أجي هنا وأقول له ضيفه لي هنا، سوري عايز أطرح دوت، هقول له اطرح، هاجي هنا تمام أقول له أنا عايز أضيف الجزء دوت ليه دوت وده فلور 1 أهو، نعمل سيلكت وهقول له طفولي. طيب دلوقتي بقى هدي لكل واحد فيهم فترة زمنية مثلا 9، وده هقول له خلي ده مثلا 12، وده هقول له خلي ده 12 أو 13، وخلي ده 16 بالشكل دوت. طيب خلينا بقى نرجع شوية، اقول له ستوب، اقول له ايه، بص اختفى الجزئين اللي احنا عملناهم، بدأ بص بيتبني ازاي بشكل جميل ازاي. طبعا الاشكال دي كلها بنقدر ان احنا نتحكم فيها ونعدل فيها براحتنا تمام. بخش هنا ايديت انيميشن، سوري ايديت انيميشن، وبحدد الاتجاه هيبقى ماشي ازاي زي ما انا عايز، وبقول له عايز اعمل بريفيو، فبيبدأ يوريني حاجة تعمل ازاي. طب ممكن اشوفها بشكل اخر، ممكن اقول له انا عايز اشوفها فيرتيكال. فاشكال كتيرة جدا، تقول له ابلاي خلاص بيبدأ يوريك الحاجة بالشكل دوت. بص الراجل بيتحرك ازاي، كان معكم عمر سليم.